حذف الموقع الرسمي لاستخبارات البنتاغون دي اي اي ديفنس انتليجنس اجنسي اهم صفحة حول بريمتر اليد الميتة. وبايدن يؤكد القلق العظيم بعد ربط بيلاروسيا بهذا النظام. ونشرت في وقت سابق الانسايدر الامريكي عام 2014 امكانية استمرار احتفاظ الاتحاد الفيدرالي الروسي بهذا النظام. واليوم يعرض رئيس المخابرات الروسية وجود البرنامج الذي يستطيع اوتوماتيكيا اطلاق 30% من الصواريخ البالستية العابرة للقارات الاي سي بي ام عبر ارسال امر مسجل مسبقا من رئاسة الاركان وقيادة القوات الاستراتيجية بعد ظهور هجوم نووي من لواقط زلزالية او من ضوء لافت محدد وبمواصفات او اشعاع او ضغط حتى. وهذا النظام اليوم جرى تفعيله وهو مثيل نظام امريكي AMDRC 8 Emergency Rocket Communication System ERCS نظام اتصالات الصواريخ في حالة الطوارئ. ومجموع هذا النظام مركب من 15B011 مطور عبر KB Use Hno من قاعدة 15A16 والمعروفة أيضا بصوتك MRUR100 مع رأس راديو وي أو رأس من راديو 15B99 المصمم من الـ LPI. إن ذلك يشبه الشجرة تماما وقد نطلق على هذه المنظومة نظام الشجرة النووية ويعتمد على نظام 15A16 مطور ومشفر BOOS 8484. وقد طور هذا البرنامج منذ عام 1974 وجرب في 1979 وإلى حدود 1986 بإطلاق 7 صواريخ، 6 منها ناجحة والآخر جزئيا نجح في إطلاق رأس 15B99 الوازن 1412 كيلوغراما. إن خوارزمية بيرميتر النصف نائمة الآن، لكن اليوم تحت ترتيب آخر لا يزال مجهولا. وفي 2011 تأكد التفعيل. في 2018 قال الجنرال فيكتور ياسين قائد رئاسة الأركان للقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بأن هذا النظام تعرقله الاتفاقيات المنجزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحاليا خرج بوتين من كل هذه الالتزامات. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بين تصريح نيكولاي باتروشيف وهو المعروف بسكرتير الأمن القومي مجلس الأمن القومي الروسي بعد 2:15 من تصريحه حول بيرميتر، هذا النظام نظام الشجرة النووية أو اليد الميتة أو لديه عشرات التسميات منها OS84 أو OS84، وهذه النقطة الحساسة على وجه التحديد بالنسبة لهذا النظام الذي يمكن في حالة أي هجوم أو استشعار بالهجوم، هنا التطور الاستثنائي أو استشعار بالهجوم، يمكن أن يطلق وبشكل أوتوماتيكي 30%. هذا الإطلاق بثلاثين في المئة من الصواريخ، هذه المنظومة كلها يمكن أن تدمر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل وبريطانيا بشكل كامل أيضا، وبالنسبة لفرنسا والجزء الرئيس من ألمانيا. ولماذا كل هذا في ضربة واحدة؟ لأن الأمر مسجل وبشكل أوتوماتيكي.
لذلك فتحريك الأمر الأوتوماتيكي من خارج قيادة، بمعنى أن الاستفزاز الذي يعمله الآخر هو الذي يدفع مباشرة إلى تحريك هذا النظام. هذا النظام لا يمكن أن يحاسب به أو عليه على وجه صحيح بوتين، لسبب بسيط، لأن الأمر لا يتعلق ببوتين أو بالقيادة أو بإرسال قيادة. الأمر متعلق بتسليم بيانات، في حال وصول هذه البيانات وبشكل رقمي إلى نفس المؤشرات في الطرف الآخر سيكون الرد نوويا وبـ30%. هذا كله هو منع تحميل المسؤولية لأي طرف في روسيا بالشكل الأوتوماتيكي الذي يمكن أن يكون فيه تقييم الحالة. أمر متعلق بأي عمل تقوم به يكون الرد أوتوماتيكيا. ببساطة هذا رد أوتوماتيكي، الآلة هي التي تتعامل مع التهديدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. لم يعد بوتين هو الذي يقيم أو رئاسة الأركان، هذا جبان وهذا متعقل وهذا حكيم جدا إلى آخره. الأمر يتعلق بالآلة. هناك مؤشرات يمكن في حال استغلالها أو استثمارها من طرف واضح لهذا الطرف أو ذاك، الوصول إليها سيكون مباشرة في الاتجاه الآخر رد فعل أوتوماتيكي. إذن هذا هو التطور الاستثنائي الأول. التطور الثاني والأكثر أهمية، فإن إعلان باتروشيف أن مثل هذا النظام شغل وأنه مشغل، نحن نطرح سؤال حول القلق العظيم. القلق العظيم بالنسبة لأمريكا محاولة إلحاق بيلاروسيا بهذا النظام، يعني أن أي استفزاز ضد بيلاروسيا سيكون ضد روسيا، والبرمجة الكاملة التي لدى الغرب هي ضد روسيا، وأن جميع الاحتياطات ضد الأراضي الروسية. اليوم هناك أراضي إضافية، لذلك كل النظام أو هذه المنظومة كلها يجب إعادة النظر فيها، ويجب تقليص الآثار النووية التي يمكن تحريك هذا البرنامج لسبب واحد، لأن بيلاروسيا أصبحت جزءا من الأراضي اليوم في حالة الإنذار المبكر. الإنذار المبكر النووي وتشغيل ما سمي بالضربات الفورية الأوتوماتيكية لهذه القدرات ضد أمريكا أصبح واضحا جدا، أن على أمريكا اليوم إعادة تقييم وضع شامل، أيضا إعادة تقييم البرمجة بشكل واسع من أجل عدم إثارة هذا البرنامج، لأن في لحظة ما قد تصبح أمريكا في خبر كان. إن وثقنا أن الأمريكيين اليوم في 79 إلى حدود 86 كان هذا البرنامج ناجحا ببساطة شديدة، لذلك فالأمريكي متأكد، ولذلك قال بايدن بالقلق العظيم الذي أشار إليه، قال بالقلق بمجرد أن أضيفت بيلاروسيا. اليوم ليس أضيفت، إنما أدمجت ضمن هذا النظام، وهذا النظام كما هو معهود هو من أجل حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ اليوم قد تكون حاسمة إلى أبعد حد، وهذا هو الذي قد يعطي استثناء عالي المستوى انطلاقا من هذا التفصيل الشديد الأهمية. سيبقى لدينا شيئا آخر ومهم للغاية، أن مجرد بيتروشيف يصرح نجد أن صفحة رسمية في موقع رسمي لوزارة الدفاع الأمريكية عبر الاستخبارات، أي الموقع الرسمي للاستخبارات الأمريكية العسكرية، يغير كل شيء ويحذف الصفحة لسبب واحد، لأن اليوم التقييم أصبح متغيرا، فلا يمكن بأي حال الوصول إلى أي طمأنينة. ليس هناك طمأنينة الآن على ما يجري في هذا العالم. ما يعيشه العالم الآن أخطر بكثير مما عاشه كل العالم في الحرب الباردة،
ما يعيشه الآن في 24 ساعة الأخيرة وبعد التصريحات باتروشيف وما بعد حذف الصفحة من الموقع الرسمي أساسا والذي كان واصل عمله انطلاقا من المراقبة. راقبت هذا الموقع على وجه التحديد وبالنسبة لهذه التقنية هذه المنظومة منذ أن سحب الروس أو رئيسهم بوتين عندما أو علق مشاركته بشأن ستارت. كان واضحا أن كل الموقع وخصوصا بالنسبة لهذه النقطة على وجه التحديد لأنها هي الأهم، هي أخطر موقع على الإطلاق، يعني أخطر منظومة على الإطلاق، وهي التي تكشف سر التهديدات العالمية وما سيكون عليه العالم. منذ تلك اللحظة لم يتغير أي شيء في هذه الصفحة على الإطلاق، لكن بمجرد أن قال بيتروشيف ما قاله بخصوص تحريك هذه المنظومة وجدنا حذفا للصفحة لأن التقييم اختلف. وعندما يأتي البنتاغون ويغير أو يحذف معنى ذلك أن الأمر خطير للغاية وأن التقييم لم يعد كالسابق، لأن الأمر ليس فقط تعليق مشاركة روسيا في ستارت، إنما اليوم بإلحاق بيلاروسيا في منظومة الإنذار النووي المبكر إن صح هذا التعبير، أو إعلان ما سمي بتحريك الشجرة النووية الموجهة لضرب الأهداف في أمريكا وبريطانيا. وهنا أتت البرمجة مباشرة أن أمريكا كلها لم يعد هناك اليوم منطقة من خارج أمريكا سوى بريطانيا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، هناك برمجة شاملة بنسب عالية للغاية، بمعنى أننا نتحدث عن نسب تصل إلى 89% بالنسبة للأراضي الأمريكية، وبالنسبة للأراضي البريطانية نتحدث عن 99% على وجه دقيق. معنى هذا أننا ندخل إلى عالم من الرعب على وجه دقيق، لأن أمريكا اليوم تستشعر بالخطر الشديد على أراضيها وعلى أمنها، والأمر لا يتعلق بقلق أو قلق عميق كما صرح بذلك الرئيس الأمريكي، إنما الآن لأول مرة هناك اصطلاح القلق العظيم والعميق. معنى هذا أننا ندخل إلى مرحلة صعبة للغاية ومن اللا يقين. اليوم العالم يدخل حقيقة معركة اللا يقين، إذ أمريكا لا تعرف هل استخدام بريميسر قد يكون، وهل اليوم إدماج بيلاروسيا في هذا النظام قد يؤدي إلى كارثة، ولماذا تحديداً موازاة ما بين روسيا وبيلاروسيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في الاتجاه الآخر. كل هذا يعطينا انتباها إلى أن الوضع خطر للغاية، وأن مرحلة الرعب الحقيقي دخل إليها العالم ودخلت إليها أمريكا والمسؤولون الأمريكيون عندما يحذفون الصفحة على أساس أن أمورا تغيرت وأن هناك صعوبة كبيرة حاليا فيما يجري. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.